في حديث مطول لابنة الرئيس العراقي الراحل رغد صدام حسين جاء في 6 أجزاء مع قناة العربية، تحدثت رغد عن عدة موضوعات تتعلق بحياتها في العراق ورحلتها بعد مغادرة بغداد. وردا على سؤال عما إذا كانت ترى أن والدها أخطأ في غزو الكويت، أكدت السيدة رغد أن غزو الكويت كان احتلالا. وقالت السيدة رغد: نحن وإخوتنا الكويتيين تربطنا علاقات ودية، وقسم من أفراد عائلاتهم أصدقاء لنا، فما يكون من السهل علينا كعائلة هذا القرار، وأتوقع أنه لم يكن سهلا أيضا على الوالد. وأضافت أيضا: لم تكن مرحلة سهلة واحتلينا الكويت، لا أستطيع أن أجمل الكلمة وأستعمل كلمة أخرى لأنها واضحة للإعلام والعالم كله، أخطأوا في حقنا وأخطأنا في حقهم، وهذا أيضا يحدث بين الأخوة. وتابعت: لو نستقرئ الساحة من احتلال العراق إلى يومنا هذا نجد أعدادا كبيرة من الضحايا منذ وقوع هذا الحدث، فقدنا شهداء بأعداد كبيرة جدا، ولكن الإعلام سلط الضوء على شهداء الطرف الآخر، والذين هم أيضا نرجو لهم الرحمة والشهادة، لكن الطرفين في النهاية خسروا وقدموا شهداء. ويملك الكويتيون ذكرى سيئة مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي قاد غزوا على الكويت في شهر أغسطس آب عام 1990، وأعلنها المحافظة 19 العراقية، وذلك بعد أن اتهم صدام الكويت بأنها تسرق النفط العراقي عبر استخدام تقنية الحفر المائل المتقدمة. وقد اعتبر صدام أن هذه المواقف ترقى إلى كونها تصرفات عدائية قبل أن يضطر إلى الانسحاب من الكويت عقب عملية عاصفة الصحراء التي قادها تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عام 1991. وإلى اليوم ترفض الكويت التسامح مع أي إشارات إيجابية لصدام حسين في إعلامها، وترفض أيضا استضافة الإعلاميين والمطربين الذين أيدوا صدام حسين خلال فترة حكمه ما لم يقدموا اعتذارا للكويت. فهل تعتقد أن صدام حسين أخطأ في غزو الكويت؟ شاركنا رأيك في التعليقات.